شككت منظمه الامم المتحده للطفوله اليونسيف من امكانيه استئناف العام الدراسي المقبل في مناطق سيطره الحوثيين بسبب عدم دفعهم رواتب المعلمين الشهريه منذ عشره اشهر فيما دعت نقابه المعلمين الى اضراب شامل مع بدء العام الجديد مع وقف الحوثيين صرف رواتب المعلمين منذ قرابة العام ودعوة نقابة المهن التربوية إلى أغلاق جميع المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين قد لا يتمكن أكثر من أربعة ملايين طفل من العودة إلى المدارس في سبتمبر المقبل هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف شككت أيضا بإمكانية استئناف العام الدراسي المقبل بسبب عدم دفع رواتب المعلمين نقابة المهن التعليمية والتربوية في العاصمة اليمنية صنعاء دعت إلى إضراب مفتوح لجميع المعلمين وعدم استئناف التدريس قبل دفع الرواتب. وأكدت النقابة أن المعلمين والتربويين لم يستلموا مرتباتهم منذ تسعة أشهر وأن رفع الإضراب مرهون بتسليم الرواتب الشهرية. وخلال الأشهر الماضية واجهت ميليشيات الحوثي الاحتجاجات الجزئية للمعلمين المطالبين بالرواتب بالقمع والخطف وإطلاق تهم التخوين والعمالة مصادر في صنعاء قالت إن وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي وهو شقيق زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي يمارس ضغطا على مدراء مكاتب التربية والتعليم لفرض رسوم مالية على الطلاب بهدف دفع رواتب المدرسين الحكومه الشرعيه اعلنت استعدادها لدفع رواتب جميع المدرسين شرط ان يمتثل الحوثيون لقرار نقل المصرف المركزي الى عدن وتوريد ايرادات المؤسسات الحكوميه في مناطقهم الى البنك المركزي في عدن شرط يرفضه الحوثيون حتى الان